ونختم بفعاليات الموسم السنوي لمولاي إدريس الأكبر بمدينة مولاي إدريس زرهون، والذي ينظمه الشرفاء الأدارسة بهدف إبراز الدور الذي لعبه مولاي إدريس الأول في تأسيس الدولة الإسلامية المغربية. روبورتاج أسامة أفقير وعلاء الدين الحميدي. آيات بينات من الذكر الحكيم تتلى في ضريح المولى إدريس الأكبر. هو ملتقى ديني وروحاني افتتح بموسم الفقراء العالميين. هذا الضريح بني بأمر من السلطان مولاي إسماعيل عام 1698 ميلادية، وبمناسبة تنظيم هذا الموسم السنوي جرى تسليم هبة ملكية إلى الشرفاء الأدارسة. بدأوا بموسم العالميين كما قلنا وهم أهل الكناس، ثم الموسم الكبير حيث تجتمع الطرق الصوفية من عيسى هو وحمد شاه وكناوة إلى آخره، ثم عندنا موسم القبائل الذي يدوم تقريبا شهر، وهم قبائل عربية وقبائل أمازيغية. أجواء روحانية تغمر مدينة زرهون. جماعات المادحين من مختلف مدن المملكة المغربية جاءت لتشارك في هذه المناسبة السنوية بابتهالات وأمداح نبوية. موسم تجمع المحبين من كل من كل من كل قطب، تيجيو لهذا السيد مولاي إدريس لأنه هو الفاتح الأشهر والمؤسس ديال الدولة الإدريسية، وهذه الاستمرارية مازال الحمد لله من الطائفة. موسم مؤسس مدينة زرهون مولاي إدريس الأكبر برنامجه غني ومتنوع. على مدى أسابيع متعددة ستنظم ندوات علمية وأمسيات للسماع والمديح. زرهون التي تبعد عن مدينة ماكناس شمالا ب 25 كيلومترا تعرف حركة دؤوبة طيلة أيام الموسم.